الزعفراني غضا الزعفراني غضا. الزعفراني غضا لك موجه خطابي يا احتلالي اجنبي وطهور تراب العرب وما نريدك توقبي جربوا اترك جنودك والله نسبيهم سبي جربوا اترك جنودك والله نسبيهم سبي هو ما قطعهم وذر اي والله انا تربط في الصدر اي والله اي والله قطعهم وذر اي والله ما تربط في الصدر اي والله اطلعوا تشفين شرك اطلعوا تشفين الشر الزعفراني غضا اي والله ابن ابركان ونهى اي والله الزعفراني غضا اي والله ابن ابركان ونهى عنيدكم ذهب الفات وكتك ما نعذرك بيان وما فضح سرك اطلعوا شفل ابركان ونهى اي والله الزعفراني غضا اطلع 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 وشفل شرك رسك هواي انهبت جرح دقه تبدي هسه من جرح طبت بعد ما تلوي ذراعي لو الف مره انصبت بعد ما تلوي ذراعي لو الف مره انصبت هو ما لو ترجع تطب اقسمت عيش برعم اي والله ابكاعي لو ترجع تب اي والله اقسمت عيش برعم اي والله اطلعوا تشفين شرك اطلعوا تشفين الشرك شرك الزعفراني غضا اي والله ابن ابركان ونهى اي والله الزعفراني غضا اي والله ابن ابركان ونهى الفات وقتك ما نعذرك بيان وما فضح سرك اطلعوا تشفين شرك اطلعوا تشفين شفل ابن ابركان ونهى اي والله الزعفراني غضا نقطع 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 قدام التخطى بجنا ويدوس التراب ما يظل امريك واحد نقسم ضرب الكتاب الغضب اركان يغلي نسوي بالبنيه انقلاب الغضب بركان يغلي سوي بالدنيا انقلاب الله 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 يستر من نطق اي والله ونحرق الدنيا حرق اي والله الله يستر من نطق اي والله ونحرق الدنيا حرق اي والله اطلع وشفينا شرك تطلع شفيني شرك الزعفراني غضا اي والله ابن ابركان ونهى اي والله الزعفراني غضا اي والله ابن ابركان ونهى عنيدكم ذهب الفات وكتك ما نعذرك علما ان الموزع الوحيد لهذا العمل المنتج علي المالكي ابن ونهى اي والله الزعفراني والله ما نرضى مذله هيج علمنا الصدور بالصبر علمنا غيره نكسر وما ننكسر والله 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 ما نرضى مذله هيج علمنا الصدر بالصبر علمنا غيره نكسر وما ننكسر لا تعوف اتبع غدرك خذهم وياك انقشر لا تعوف اتبع غدرك خذهم وياك انقشر ايوه
وتشفيني شرك اطلع وتشفيني شرك يا محتل اطلع وتشفيني شرك يا محتل الزحفاني يا بابا من أداء الخادم حسين المالكي بقلم الشاعر الحسيني صادق السعيدي الهندسة الصوتية والتوزيع الخادم يوسف الصبحاوي التنفيذ والإخراج المخرج حيدر الزرجاوي